خلف الخطوط بقى دول الرجاله دول لما رجعنا من خلف خطوط دي لما قعدت يا سياده اللي هو مجدي 200 يوم خلف خطوط العدو ما تعرفش حاجه ما تعرفش ان الحرب اصلا انتهت لا 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 لا, لا عارف طبعا وواعيين وواقفين على رجلينا ولولا كان معانا مصاب في العمليات كان ممكن نرجع قبل كده بكتير وكان ممكن نعمل حاجات يعني قصه طويله قوي لكن كان في احد الابطال الجنود المصريين اصيب بدفعه رشاش نص بوصه كان اخترقت الجنب بتاعه طلعت من المثانه كان بيبول متجرح وكانت في حاله وزلازيف حاجه صعبه جدا فطبعا كان لازم زمايله واحنا نقف جنبه خلال لغايه ما خف بالسلامه وقام على رجليه تماما ورجعنا من خلف خطوط بعد ما قضينا ال 200 يوم كان هو بقى استاذنا طبعا الكلام ده بمعاونه البدو الشرفاء المصريين كان لهم دور كبير قوي ناس محترمه ووقفوا من بينها تماما والعدو الصغير كان بيحاول يعني يعني مش عايز اقول لك حضرتك يعني بيعمل المستحيل عشان هو عارف ان احنا مين موجودين وبالاسم ومدي مكافئات يعني بالملايين عشان خاطر اللي يجيبنا اللي يجيب حد من ويرشد علينا لكن البدو كانوا لهم موقف رجولي وبطولي واحنا الحمد لله كنا برضو عندنا خبره جيده جدا في بقينا بقى يعني زي الاشباح لما لا يمكن حد يعرف يمسكنا وفي نفس الوقت يعني محدد يعني كنا مشكلين تهديد للعدو باعتراف انا ما عرفتوش غير بعد ما رجعت من خلف خطوط وقابلت المشير اسماعيل الله يرحمه وقال لي يا ابني يعني كده بالظبط يعني لنجم الشرف ونجم سينا توفيق وحقكم وانت ما تعرفش انتوا عملتوا ايه في الفتره بتاعتك كانوا طبعا قلقانين جدا وخايفين من وانتوا ما تعرفوش طبعا ما كناش نعرف لكن لما سالنا كان في راجل بتاع استطلاع في السته يعني في احد المجاميع قال لا هو عشان خاطر انتوا كنتوا ورقه من ضغط على العدو الاسرائيلي في مباحثات كيلو 101 دايما الاسرائيلي يقول لك رجعوا العدو رجعوا المصريين الموجودين خلف خطوط عشان خاطر يعني كانوا بيتفاوضوا ان انتوا ترجعوا نرجع عشان خاطر اقدر كده بس انا هحكي لسيادتك في مجاميع برضو يعني كامثله بعد كده يعني بعد لو كانت في فرصه يعني طبعا ما شاء الله يعني مش احنا بس رجعنا بعد كده يعني في احنا رجعنا اخر ناس بعد 6 شهور 17 يوم لا في ناس رجعت بعد 5 شهور وفي ناس بعد 4 شهور 3 شهور على فترات وبرضو كان لهم ادوار غير عاديه وعملوا عمليات من ارقى ما يمكن بعد ما خلصوا المهمه الذخيره خلصت زي حالاتنا كده وبقت الموضوع والاجر والتعيين والكلام ده وبعدين مع كمان وقف اطلاق النار كان ممكن احنا نواصل لكن كان هيبقى برضه عندنا وعي ساعتها صح صغيرين لكن عندنا وعي ان احنا لو ممكن عملنا اي عمل يفسد الموقف السياسي برضه والكلام ده لكن كنا موجودين كشوكه في ظهر العدو دايما بيحاول يشيل الشوكه ديت عشان يقدر يتنفس شويه واحنا مش طبعا احنا كناش على علم لكن احنا محافظين على روح الراجل دوت ومنحافظ عليه ومعنوياتنا وتعاملنا مع البدو مثال صغير بعد سيادتك اتفضل دي برضو من احد الامثله للشباب بقى ده مثال للشباب احد الضباط ملازم كان اسمه محمد الشيتوين الله يرحمه ده توفى من فتره صغيره هو مجموعه كان المفروض ينضم على المجموعه بتاعتي ونكمل المجموعه ونشتغل يعني لكن هو راح في اتجاه بطيارته راحت اتجاه بعيد مختلف تماما وقدر يسيطر على المجموعه ويقدر يعمل عمليات واستمر حوالي 5 شهور في خلف خطوط بمعاونه برضه البدو والشرفاء ورجع في قصه يعني بتعتبر جزء رجع في عربيه نص نقل مجهوده وعليه عشب وعليه حاجات بضاعه هو 17 واحد ورجعوا بعد 5 شهور من العمليات وقابلوا برضه مشير احمد اسماعيل الله يرحمه كان راجل محترم جدا وعطوف جدا واب وقابلنا بترحاب ويقعد يسمع مننا وعملته ايه وشوقه وكان سعيد بينا جدا في هذه الفتره